الفاعل هو إحسان الظن، إحسان الظن بالله عز وجل، فلا يسند هذا إلى الله، إنما هو للعبد، هو اللي العبد هو اللي يحسن الظن ويسيء الظن. أما الله جل وعلا فلا يسند إليه حسن الظن والفعل، لأن هذا لم يثبت في حق الله سبحانه وتعالى. لا تقال هذه الكلمة. نعم.